Laissez-moi vous dire, moi, j'ai pas peur des vœux. Laissez-moi vous dire, moi, que je pense à vous. Laissez-moi vous dire, bonsoir. Laissez-moi vous dire, salam alaykoum. انا ما نمشي ليه خدك انا ما نمشي ليه الواد اللي داك انا ما نمشي مالك مخلوع مالك 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 بوكو مالك ترجف بوكو تي ترومبل بوكو تي ان كولير بوكو مالك مخلوع مالك كاعي مالك ها مالك غضبان يا سيدي كلاني الدبان مالك غضبان يا سيدي ماني شبعان مالك غضبان يا سيدي راني عيان مالك ترجف يا بني خلف مالك غاي مالك ساي هادي المملكة المغربية ديك كين دومو مروكو مالك خطبان مالك زعفان مالك كاعي داكشي تاعي انا بساني قبي والمغرب ديما في قلبي في قلبي سمع وسام على رسول تبارك الله على مولاي السلطان سيدي محمد الغالي سيدي محمد الغالي الملك ديالي كيدير بحالي مالك غضبان انا خطيني مالك زعفان انا خطيني هذيك بلادك انا غير خليني انت عندك تبون انت عندك تبون وديما مخون وانا عندي ملك ديالي ديما غالي انت عندك شنريحة شنريحة خاصو طريحة ما نديبش عليه جيبو ليه ليكوش انت عندك تبون ورايس مهلول ورايس مهلول انا عندي سيدي محمد السادس داس الأول وداس الثاني وداس الثالث وداس الرابع وداس الخامس والسادس ها هو محمد السادس ها هو دق وسكات مالك خدمان مالك مخلوع واش دراك الجوع هادي المملكة المغربية كينغدوم اوف موروكو خلينا لكم بطوش وش الريحة مولي كوش خلينا لكم بطوش تبون المغرب
مغشوش احنا ما عندنا بشوش مالكنا متهب مرشوش خلينا لكم بالدوش سبعني عدات الفلوس وانتو ما اديتو الدوال بالسوس عشات لكم الروس خلينا لكم بنبتوش بنبتوش خنز المستاش والله غير اني بخير ولا بس عليا والله راني بخير والدنيا هانية خلينا لكم بغطوش وش نجري حامول لكوش ليل ونهار انتوما تسبونا ليل ونهار وانتوما تعيرونا وانتوما ما تشوفوش حالتكم حالتكم تشف في العدا هجب ما فيكم عيوبكم والكبرانات يلعبوا بكم جونغليو بكم دارين معاكم ديليفري بالك مخلوع بالك كاعي دايرين بيك غير الفاعي عنا سي محمد سي محمد سي زيان داز عنا البخومي الدوزيام تروازيام والكاتريام والسانكيام خدعتون سيزيام عمركم تقولبوه زيدهم واعطيهم زيدهم واعطيهم مالك مخلوع صدا والسلام على سيدنا محمد اي 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 على هالكاعي طيارة ولا تفابور نص تمان أخويا يجي ويقولونا بوجور قالوا مالكنا نزيد بلا هدرة ما تشري خضرة مالك مخلوع مالك كاهي واسمع لزراك روح بوطي مع الموش راني عارفك كتغش روح بوطي مع المشاش اضحكوا شويه شوف انا قصري مالكاي صاحبي مالكاي امسالي قبي انا دابا راني عارف مع راني نهضر باش كي يدخل يبغي كومونتير راني جاوبته قبل ما يسب ويعاير السبان والمعيور بلاصه الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله الصلاه والسلام على سيدنا سيدي محمد والله ما جات هذه ديتوها يا فراس ولكن ما جيتش مع الكاريزما ديال المغرب انتوما ربحتو بالطوش الله يربحكم بيه انتوما ربحتو بالطوش ما عندنا ما نديرو بيه سبانيا منكم غالية وحنا الدنيا هانية عدنا كل شيء تحت الجليل حنا رحنا في الصحراء نترجى القويرة جي ديال شي تصويرة وحدة
وردان قرقرات الدخ راه جم عمك الدرون راه بلا قرون كين الفاكسان ديال تونس النصيب ما وصلهمش كنتو وعدتوهم سمعتو فيهم وعلاش يا ودي شحال الكذوب الكذوب بقيت ما هندوب قالك احنا هما القوانين الاقليميه احسن منظومه طبيه نساو الفاكسان نساو الكورونيا نساو الكودات ديزناف نساو الكورونا نبقاو غير معانا خليهم يقابلونا ها هي تونس لعبوا عليك رجلين ها هي تونس فين حقك من فاكسان اسرائيل اللي جا من البرازيل ودرقوه علينا احنا وحنا رحنا فايقين قالك احنا صهيون البترول والغاز ملهي يدوز على لي جيبت وراه الجزائري وقالك احنا مطبعين هي مرضي الوالدين يا مليك المغربيين اهي اي 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 غادي نحبسوا الغاز ما يوصلش الشنكه غادي نحبسوا الغاز ما يوصلش الصوصاز يقلب بلاصه اخرى ويصير يقبض الاشاز نجيبوه من نيجيريا هي اللي غاليه تمك غاديه لفرنسا وبريطانيا اه يا لالان اه يا خويا تبون خلي شعبك مغبون وعايش بالبون اهلي بداير العشان الزيت راك الزيت قالك عندك سلال راه ضرب مليار دولار غير بالاقتصاد الدو يا ذلك ودار مغريب المغريب المروك ما يبوتو اه يا لا 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 راح نقول بناكم عطيناكم بالطوش بالطوش ومشوش صوتو بيهم وداك خان نزل مستاش خدام بناكاش اسبانيا فين هي غيرة ودنيا كرتونا سبتة ومليليا قولي فينا هي صاحبتكم اسبانيا غادي نقطعوا لي كاس ونفقسوا شانسيز اللي قالك عنده الدراز ما عنده ما يدراز اون ريغولا اون ريغولا اتونسيون امسالي قبي هذا شوف انا عارف دوك واحد وحدين راهم ابونا عندي باش يسبوا يعايروا اللهم سير معاهم نيشان اليوم اليوم بزاف الامور الاخرى البرتغال ولا ندوزو البرتغال بلاد رونالدو داير عندنا مشاريع رونالدو بوكو داير عندنا دي بروجي والله عندي صحابي بزاف لي بورتيغي لا ظريفين دراهم قبلوا دراهم قربوا يكملوا باقي 12 مليار ديال الريزيرف ضحكوا علينا شحال هادي قال لكم نتوما بقاو قابلين البطاطا والسروديه حنا راه عندنا البترول وليسونس الله العظيم شوف اطلق اطلق عيش عيش حياتك عيش شوف ليبرتوا ليبرتوا المغرب شوف المغرب بلاد بلاد لا ليبرتي قال لك حنا في يد اخويا المانيا
وفرنسا بريطانيا بسويهلا والدليع ما عندك ما تبيع. عطيناكم بالطوش وش نجريحة مولي كوش 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 دي مواوتي كوش. أهلا وسهلا بجميع الحضور. هادشي شوف توحشنا الحلقة ديال جامع الفنا وغادي نمشيو تماك وتماك غادي ندخل مع الحلاقية وندير أغاني على باك المغبون. غادي دابا أنجلو ساكسون. شوف هذيك السميه راه ما عندنا ما نديرو لها، راه سي تان بريزيدون خصنا نعيطو ليه بسميتو. صاري دابا حنا ماشي مسالي نقبنا شويه موسيقى شويه قعدت العيون ما شفار من حبيبي مالو مصير اللي بجيب لي خبار من حبيبي مالو قلها حضري بلا ستي انا انتي انا وزير المغبون خليك ديالي هداك بوكادوم عطاك الكلمة قولي المغرب جايك مغلول هاتيني ما تبالي يا المغرب شحال صعيب يا المغرب شحال تسطيب قصر. انا راه ماشي مغني نهضر معكم هنا مسالي قبي سيتو. دونك نرجعوا للمعقول علاش دابا كثرت الهضره وكيقول لك اودي المغرب دار حرر لي بري باش يبروفوكي لالجيري. اكوتي مو اون بروفوك بيرسون وي دونت وونت اني ترابل with our neighbor. We have a cruel neighbor. On veut pas des problèmes avec non, on promet rien. D'abord qu'on a tabien, on a le concept ديال لاننا ما كنسميهاش الدوله الشيوعيه درت لها مصطلح ديالها جديد الدوله الجيوعيه وفهمتكم توتالر وشحال مره ان الدوله الجيوعيه
جميع الدول الجيوعيه تورقوا الوقت اللي طاح حائط برلين، راه كيدخلوا كتحيد الحيط ديال المانيا. سولوا الناس اللي كنقول لكم شي حاجه واقعيه، اكتشفوا المانيا الشرقيه الناس كتموت من الشر تماك، لقاوهم مرض وضعاف بحال داك الشكل ديال الفلاشه ديال اثيوبيا، غير هما زعرين ومعظمين، ما كانوش كياكلوا. وهذاك الشيء اللي كنا كنشوفوهم دريبلار ودوك اللي كنا كنشوفوهم في لي سبورتيف، هذوك كانوا واجهه ديال الدعايه ديال الجيوعيه انهم راهم بخير وعلى خير، فهمتي؟ كانوا ضايعين، وكيطيح ميف دو برلان كيبكيو بالدموع على الفرق اللي فرقوهم وعلى القهره والديكتاتوريه والميزيريه اللي عاشوا فيها. هاد القضيه هادي كاينه، شفناها حتى في اوروبا، الوقت اللي لوروساس سيت اكلاتي وداروا منها دويلات، بقات لا روسي وما بقاش داك المفهوم ديال الدوله الشيوعيه اللي هي الجيوعيه. اوروبا الشرقيه تورقت، كاع داك البروتوكول وداك الشيء ديال بولونيا وديال لاطو وديال ليفادونسكي، كلشي تورق. عاد فهمونا بلي كانوا كيشريو الحلو في كونتروبوند ومصيبه، وفهمتي كانوا محرومين. عاد كان عندهم اللحم ديال الحلوف سيتي كونسوماسيون دو لوكس. هادو هما الدول. الوغ حنا سي با نوتر فوت الى الجزائر ركبت على الجوعيه وجوعت شعبها وكتفت شعبها وكلخاتو ومنعت عليه التفكير والتدبير، لان التفكير والتدبير هو حسن التسيير. هادشي اللي ما عندوش لاش، لان كتقول لي الدوله تحبس انا تكلف كلشي، ماشي كنقول لكم هادشي من الديبار حتى لي زاني 80 حتى تحلت لا فرونتيير، عاد ايزون بونسي اسكانيو المغرب، ولكن سي ديفيسيل دو سكاني و دو فار كوم لو ماروك، لان سيتي ترو طار. على سيتي ترو طار، العظم قصح وما بقاش صالح لا كرواسونس. كي كتفوت 20 طون ما تبقاش تزيد في لا كرواسونس. دونك 50 طون ديال لا فيرمتور ديال توت لي فرونتيير بور رامني لا سيفيليزاسيون، باش تجيب لا سيفيليزاسيون تقول لهم ما ديروا والو، انا نتكلف بالزراعه، انا نتكلف بالصناعه، انا نتكلف بالتجاره الخارجيه، انا ندير لامبورطاسيون، انا اللي ندير لاكسبورطاسيون، انا اللي نشد الصناعه الكبرى، انا اللي نشد المشاريع الكبرى. الدوله هي كل شيء، ويقولوا لهم في الشعار الدوله هي كل شيء، وكتلقى في البلديات منكم واليكم، ولا من الشعب الى الشعب، ويا راه ما كاين والو. دونك تسيدوا، علاش ما بغيتش نقول لكم ايزون بري لو شوفال، غادي نتعدى على لو شوفال. انا قلت لكم ايزون بري انا راه نتعدى على انا، اينو ريان بري. اينو بري نو كاروسخي قديمه، لا طوموبيل قديمه، ولا موفي شوفال، ولا ان. ايسون غاستي سور بلاس. كونت لا فرونس سي بارتي، كي مشات فرنسا بقاو بلاصتهم. حاجه وحده اللي بقاو خدامين بها، دوروا تروبوتيزاو فيغ لويست. شنو فين كاين، شنو كاين لويست؟ كاين المروك. صافي كاين المروك، اي سو سون فيكسي فيغ المروك، باش كان ديك الايامات المغاربه كيدخلوا من الجزائر، من المغرب كيجيو للجزائر، كلكو الجيريان كيشوفوا لي ماروكا وكيشوفوا المغاربه كيجيبوا معاهم حويجات، كيجيبوا معاهم خرقوم، الوقيت ديال الشماع، يجيبوا معاهم التجين، يجيبوا معاهم جلابه، يجيبوا. كانت ليميتي، ممنوع الكونتروبون، شدوك تبيع التجين كونتروبون يديهولك. بقاو عايشين هكذاك، وداي ديك الفكره ان المروك بلاد العبوديه وبلاد الميزيريه وبلاد الجوع وبلاد، حتى تصور حتى دوك المغاربه اللي طردوهم في 75 كانوا كيبكيو على جوج حوايج، كيبكيو على ديورهم اللي خلاوها ولا نوستالجي وحياتهم اللي خلاوها في الجزائر وحوايجهم، وكيبكيو خوفا من المصير ديالهم من المغرب، لان كان يقول لهم الا مشيتوا للمغرب تموتوا بالجوع. هذه لغه ما نناقشوش عليها، وفعلا سوليهم الوقت اللي دخلوا للمغرب هذوك، علاش؟ لان راك شتي كانوا باغيين يخلقوا ازمه كبيره للمغرب، زرتهم عفيانين عريانين بدون نقود، ولكن دخلوا واخا شويه ديال المشاكل في الاول. دابا يقول لك الحمد لله اللي دخلنا عرفنا بلادنا، باش نقول لك ان ايزون بري ايزون ان لالجيري نا با افونسي، وتابعنا هنا ما خلاتش الشعب ديالها ما حراتوش يدخل ويخرج ويبيع ويشري مع راسو ويولي ليبر انفستيسمون ويتطور ويتبدل وينسال المروك عليه، لان كون حلت ليه الحدود في 63، نقول في 65 من داربو مدير الانقلاب المبله، قال لهم اللي بغى يخرج ولا يدخل دبر راسو يدير واحد السيستيم ديال لا ليبرتي، الجزائري يتحرر يولي يدير اكتشافات، ولكن لا، دارت ليه السلطه زيراتو. وقتاش تلقاتو حتى غسلت ليه دماغو مزيان، دابا حرق غداخل حارق لفرنسا، باسكو هارب. 10 مليون اللي كاينه اون اوروب، 10 مليون.
و10000 واحد اللي ماتت في البحر بغات تحرك 10000 واحد واي بلوس هادي غير اللي روسونسي. واليوميين 30 40 باخره كتدخل تدخل مساعده ديال لي غارد كوطا باش يفطوا يتفكوا منهم خصهم ينقصوا بنادم. هو وزير الصحه قالوا ما كرهتش كورونا تشد نص في البلاد باش يتفك من الصداع. دونك اللي سالت اوروبا مارغري سالت من لا ميزير من لا ميزير ومن الحقره وقلت السكن وقلت الصحه وقلت كل شيء. وكيدخل اوروبا كيعيا المغربي كيقول لي تي هو راه هارب شي حاجه اللي حنا ما هاربينش منها. حنا لو كان هاد لي زيميغري دابا كنتلاقى معاهم صحابي صحابي زيميغري لي غوسورتيسون ماروكان لي ار ام او كيقول لك كان المغرب كنا الوقت خونا كان المغرب بحال اللي كاين اليوم ما نخرجوش نبقاو في بلادنا. باسكو واحد الوقت كان المغرب راكم عارفين مفروض عليه حرب من طرف الكراغيله و اوروبا كتبان هي الحل الوحيد. بار كونت هما ما كانش خاصهم يخرجوا عندهم بترول لاباس عليهم كان خاصهم يديروا دي بروجي ما داروا والو بقاو يتسندروا الثوره الزراعيه سان با مارشي عطاهم 5 قطارات والتراكتورات باش يخدموا بهم ولا كيديروا لا كورس لا كورس بالتراكتورات يديروا الرالي. وخمس قطارات خلاو الزراعه تموت كلشي مات الصناعه ما كايناش داروا والو بقاو تابعين للمروك. علاش سدوا البلاد مده طويله وغسلوا دماغ فين ما تشد تلقى المروك الخطاب الرئيسي تلقى المروك ديور الثقافات تلقى المروك في المدرسه تلقى المروك في الزنقه تلقى المروك ديما المروك. ودابا تفيكساو مع المروك كي تجي تقلب المروك اش دار لهم يقول لك حنا نكرهوا المروك كيبوسوا اليدين على المروك مملكه لان اليدين ديال دونك هاد الموضوع القديم عمرو يحيد غير هو باش نرجعوا لهاد القضيه ديال القرار الملكي باش يخفض الاثمنه. راه سي با لارام هما كيقول لك لارام وصلوا راكم شفتوا في لي ريزو ديالهم كيقول لك ايزون داروا استفزاز واحد قال لك انه حرب واحد قال لك ايزون غيدوي لي بخي باش ينصبوا باش يشفروا لي زغامو. لي زغامو هنا جاوتهم قبيله كما ودي لي زغامو بلا بيي كانوا كيجيو يستثمروا في المغرب كيدخلوا فلوس من المغرب بكري. انا كنت كنشوف وجده من السبعينات شاك موا كاينه لا كو في لا بوست علاش يمشيو ياخذوا الموندا ديال العائله ديالهم كيصيفطوا لهم اوروبا. المغاربه يسون فيدال على بي مالغري كلشي كاين مشى مشاكل وكلشي ولكن بقى متشبت بالبلاد ديالو. حنا كنهضروا هضره ديال المعقول نضحكوا شويه ونهضروا شويه. علاش المغرب كاين لو سكري دو لا بويسونس دي ماروك. كاين جوج حوايج المغرب اللي المغرب ولا بويسون غير ولكن ما امنش كنحسبني راني نهضر انا كننفخ بحال اللي قال لهم تبون قال لهم راه انا ماشي حنا راه ماشي ننفخوا الروايد ونقولوا راه حنا نخدموا السيارات. شوف العقليه كي دايره حنا كننفخوا غير الروايد يمشي يدخل طونجيماد راه يتلف راه مشى نكاز تماك من نكاز مشى من تماك عاود لهم صور ليهم كيدخل داروه في الحبس. قالوا لي علاش مشيتي بينتي داكشي بحيث ممنوع تبين شي حاجه زوينه في المغرب ممنوع. دابا المروك هو دونك رشيد نكاز اللي داروه في الحبس ديال المعارضه داروا لي نفخوا شي حاجه. دونك حنا ماشي نفخوا الروايد ما كنفخوا حتى شي حاجه. المغرب كنجو فيه جوج حوايج خلي لي الارض باسكو الارض الا ما كاش بنادم يخدمها. المغرب فيه ان المغربي امبيسيو فيه الرجال المغاربه امبيسيو عندهم طموح حاجه صغيره يردها كبيره يخدم يعطيه غير الفرصه ديالو. كاين فيه رجال وكاين فيه كاين فيه واحد النظام اللي كيشرف عليه مالك كيشرف عليه مالك عندك حريه الاستثمار. تصور معاه الحسن الثاني كان عطى رساله استثمار اش فيها فيها اي واحد عنده شي ريال عنده الحق يستثمر وعنده مساعده من الدوله واخا يكون موظف عنده الحق يدير استثمارات غير ما يخدمش فيها يخدم واحد اخر باش يخلق فرص العمل. المغرب حل السوق ديالو ما كبرش كرشو كلو وكل حل السوق ديالو الاجانب جيتي بغيتي تخدم دخل 50-50 ترابح ولا ربح دخلوا للسوسيتي. هما كنا كندخلوا للسوسيتي كنتعاملوا معاهم كيقول لك هذيك البلاد استعمروها اليهود عندهم كلشي اللي يجي من اوروب يهودي عندهم فكره ديال الصهيوني ويهودي. اليوم هما كيقلبوا يديروا هادشي ديالنا قلبوا يفتحوه هما الباب ندخلوا دخلوا ديروا استثمارات ولكن حتى واحد ما بغى يدخل استثمارات يدير تماك استثمارات. علاش ما بانتليش لا غارونتي دو سيكوريتي وما بانتليش لا غارونتي انه غادي يخرج من تماك سائل صوف وما بانتليش انه غادي يربح شي حاجه وغادي يخرجها معاه. لا بروف انهم شركه غير صغيره هي اللي جيزي هي اللي عطاتها لا لا سوكي ريزو لي ريزو مع الانوي ديال المغرب وشركات هما اللي عندهم اللوجيسيال ديال نهار اللي تبون مشى لهاد المساكن هاد لي بتي ديغاكتور ولا بتي سوسيتي قالوا ما تخويو البلاد دون دي جور. تصور لي استفزاز والواقع باش كنقول لكم ان بريزيدون كي شوت واقيلا كيتدروكا كيضرب القاصح. انا ماشي نورمال السيد بهلل ماشي ديبيل
يقول لي ما تديش معك فلوسك. تصور واحد يخدم عندك ويدير فلوس يقول لي ما نديش عندك. سي بور سا كو لي جون ما يديروش الاستثمار تما. باركونت حنا عندنا فتحنا السوق، عطينا لا ديليغاسيون دو بوفوار. دابا بحال دابا في كازابلانكا كان اللي كيعيب علينا، يقول عطيتو ليداك، عطيتو بيزورو تكمال لا كونسيسيون، كلشي راه باه دونون دونو. عاد حوايج كنا دونون دونو، كاين المسائل اللي هي سياديه ما عطاهاش المغرب، ما عطاهاش عطاها. وفتحنا الشركه، فتحنا تكمال، فتحنا طونجي تاك، كاين لي بور اللي غيطلعوا كلهم، فتحنا الناس كل وكل سي تو. يقول لك لا حنا دخلناهم راه غادي يستعمرونا. علاش اخويا ندخل؟ هما دابا صدقوا دخلوا الامارات شدوا كاع لي بور وعطاو لاشين هي اللي تبنى لهم لو كرون بور، و 25 كنا ما خلصوهاش يولي ديال لاشين. هما لاشين مستعمره وديجا لي ريزيرف غاديين كيهبطوا. حنا من بكري طارقين لا، لان حنا نو سوم ان بي دو توليرونس، ما كنكرهوش الاجانب. هما تربوا على كراهيه الاجانب وعلى الحقد ومحاربه المغاربه والملكيه. هذا هو البروبليم، هو هذا. حنا ما كنسبو ما والو، كان هذاك سميتو تبون راه ديال بصح ما كنعايرو ما والو. هذاك بالطوش داك خانز الموستاش وما كيحسبوا راسهم زعما حقوا شي انجاز، ماشي يزوروه كاملين وراهم جابوه من اسبان. كيضحكوا عليه يضحكوا، بقاو الشعب باقي كيامن بمعيشه الغوله، باقي كيامن بمعيشه قنديشه، باقي كيامن بالترقو اللي تكردو تخرقو، باقي كيامنوا بديك الخريفات. الناس فين وصلت؟ باقي مساكن يقول لك واش واحد كيعطيو واحد البوفوار، واحد شيباني شيباني كيحكم فيهم شيباني ان دونك سي ماشي غريب، لان ديجا كان كتحكم فيهم كروسه بوتفليقه كرستو لي موبيل هو ما يبوجيش لا دماغو لا والو، داير ليه دي روسول باش يبوجي راسو دروات اكوش. ما عرفنا واش مات ولا حي ما فهمناش. عاد كيعيبوا علينا حنايا، 7 سنين هو اونديكابي صمون بوكمون لانتقام، وكيجيبوه وكيسلموه وكيصليو بالكادر ديالو وكيعيرونا حنايا. إما أنا ديما هنا مسالي قبي ندير لهم يطر التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنون. شتهم أنا في الجامع كيصلي داير ليه بلاصتو بوتفليقة، كادر ديالو تا هو كيديرو ليه تا هو كيصلي، غير هو مام مسموح ليه يتيمم، الكادر كيمسحو بواحد الحجرة، هو كيتيمم بشيفونة ماشي بحجرة، واحد الشيفونة كيمسحو بها وكيصلي معاهم الكادر ديالو. جيو ضحكوا عليهم بزاف عليهم. درنا الدروس الحسنيه، داروا الدروس المحمديه، درنا شيشاوا داروا بيشاوا، درنا مهرجان جازابلانكا داروا سيدي فرج، درنا فيستيفال دي راي داروا فيستيفال دي راي وهران، درنا السادسه داروا السادسه السابعه السادسه الثامنه. اي حاجه درنا، غير حاجه اللي ما قدروش يقلدوها هي المملكه، انهم يديروا ملك سي ديفيسيل او يعاودوا للتاريخ سي ديفيسيل. سيت ان بي نوفو المومي depuis 62 والمغرب عنده 14 centuries and more 14 القرن وما يزيد. هادشي كنهضر مع هادوك اللي كيدخلوا يسبوا المغاربه في لي ريزو، ما كنسبوهم ولا كنقولوا التاريخ. لو كان عطاتهم النظام ديال عطاهم الحريه ديالهم وخلاهم 65 يقلبوا على راسهم ويديروا استثمارات على برا ويدخلوا لبراي وتخلطوا مع الناس وبغاو الناس وبدلوا العقليه وتعلموا حتى هما التريتور وتعلموا حتى هما تعلموا لا سوسيابيليزاسيون افيك لو غاست دي موند كانوا ولاو مزيانين. كانوا كيزيفطو لو ميور فواياج دان الجيريان سيتي لالمان دو لاست، المانيا الشرقيه كيمشي تماك. علاش كانوا كيزيفطو؟ زيفطو بزاف ديال الجزائريين دوزو عام تماك، زيفطوهم المانيا الشرقيه في زاني 70. علاش زيفطوهم تماك؟ زيفطوهم باش يلقحوا، كانوا المانيا الشرقيه ما كيولدوش، كلشي مضوبي كلشي زفتو تماك باش يولدو. كاع الجزائريين خلاو ولادهم تماك غير باش يولدو، الاخرين ما عندهم غرض. زفتو دي سونتان ولا قول دي ميلي ديال الجزائريين مشاو المانيا الشرقيه، وكيتشو عندي في الجزائر يسمعوني يقول لك واه عندك الحق، هذه حضرت ليها انايا. ولا الدرب كلهم مشاو، دوك لي جون كلهم مشاو المانيا الشرقيه. قلت لي مالك رجعتي يا صاحبي عام؟ قال لك مشينا تماك، غير مشينا زفتو لنا العيالات وزفتو لنا البنات وزفتو لنا هذه، وبدا كيعاود بلا ما نقول هادشي فيه. صافي وجاو في حالات مدوزو عام تماك وجاو، ما خدمو ما يردمو ما دارو والو. باش علاش المانيا الشرقية عايشة بالبروتوكول والاخر؟ نفس الشوز نهار اللي حلت المغرب مع الجزائريين، الجزائريين اكتشفوا المغرب وكعاو على الجزائر. اليوم ما يبغوش المغرب يتحل العموم، لان كيجيو غير اللي لاباس عليه. لي زون دافير كيجيو في الطيارة كيكشفو محضيين داخل عارف، الى مشى تا قال ان المروك راه مزيان تا
دابا حتى سير فيسبوك كان يقول غير يدير لك غير قلب ولا شي حاجه هو مغربي هو الجيريان يجيو يهزوه من الدار، كاينش لا ليبرتي. يقول لك حنايا ما حنا ما عندنا، انا كندور انا الدار البيضاء فيها شحال كيلومتر ما كنتلقى حتى مع البوليس، كلشي ولا سير كاميرا، كلشي لا ليبرتي ولا انا واكسبري كندير انا لي فيديو، كندير لي لايف وكنصور كازا غير باش ما يشوفوش ديك الفكره اللي عاطينها ليهم، كيقولوا لهم راه العسكر كاين باختو ولي دودان ولي باراج وحاضينهم وشوفوا، وكيتخيلونا كي الصباح نبقاو نبوسوا اليدين وشاعلين جوال، يتخيلونا حشيش وبوسه اليدين، هادشي كيتخيلوا، وكيتخيلوا الدريات بزاف عريانات في الزنقه والسياحه الجنسيه. سير اوليدي سير، سير ما يجيبك على خير، هذاك راه غير الكبت، شحال الكبت داير لك داكشي كبت. ها هو دابا عيطوا للجزيره، عيطوا للجزيره والجزيره دابا كدير لهم اشهار ديال السياحه، واش هادوك السواح اللي كيجيو عندنا لي توريست اللي كيجيو عندنا واش كيعرفوا الجزيره؟ لي زونغلي لي زالمون لي امريكان لي اوستراليان لي سويدوا لي نورفيجيان اللي كيجيو عندنا واش كيعرفوا الجزيره؟ واش انا نعيط الجزيره دير لي اشهار؟ ها دير معايا انترفيو باش نعطيها مكتب ودير لي الاشهار، وانا شفت هذاك الاشهار ديال الجزيره كتوري في شي مناطق وكتشكر فاش كيجي اللي كيهضروا باللغه، اللي كيهضروا باللغه العربيه المشرق كيعرفوا المغرب، كيفضلوا المغرب على كل شيء، واللي كيهضروا بالانجلي حتى هما كيعرفوا، واخا ديرها بالانجلي كيعرفوا، كيبغيو المغرب لي زونجلي بغيو المغرب، كلشي بغي المغرب. هايك لارين قالت لهم ايفيتي لاسبان منطقه غير امنه وسيروا للمغرب افوا تسونتي فوالا. جو بولاس عاش الملك، هادي تكعيك عارف راك متبعني، اه شي واحد اللي متبعني انا عارفهم غير ولاد الكارتي ديال بكري وكلشي، ما شي مشكل سون ابوني وكيتبعوا لي فيديو من الاول، درت ندير 4 5 لي فيديو كيتبعوهم بالديتاي ضروري باش يلقاو شي لعيبه ويسبوا وصافي. سا مي في انورميمون دو بليزير انهم متبعين لانني كنمشي للموضوع مباشره. الحمد لله اللي جات حداكم المغرب، جات حداهم المغرب، لان لو لم يكن المغرب حدود ديالهم كون بقاو كما كانوا مسدود عليهم عمرهم يحلوا لهم البيبان، ولكن بفضل المغرب وضغطوا على البلاد كانوا خصنا نكونوا بحال المروك باش بوتفليقه ولا كيسكاني كيقول لهم هاريو اي حاجه تدخل من المغرب مزيان، اي حاجه تدخل باقي لهم غير دوك ربما ما عرفتش داروا ولا ما داروا، داروا كلشي اللي في المغرب ما عادوا دوك مولين المبوش اللي دايرين حنا في عين دياب، داكشي مانيفيك دايرين جي موروكومون والطلعه ديال الحي حسني بحال والو دوك يديروه تفاصون، وحنا ما نقلنا حتى شي حاجه من تماك. عندهم كارن، كارن في الاسبان، كارن دوريجين اسبانيول، كارن تيتا سخون اسبانيوليه، وعندهم دي تخيك حنا ما جينا نقلو لا جينا نقلو، اش غادي نقلو؟ اش غادي نقلو؟ مع قول لي واحد قال لي انت كتغني الاغاني، فهمناه قلنا ليه الشكوري سي ان ميلونج دوريجين اندالو خداوها لي زون الى ايتي بخي اون شارج بار لي جويف ماروكان اي ميم لي جويف الجيريان، والعاصمه ديال الكلمات واللحن، واللحن اللي هو ياخذو منه الصنعه وياخذو منه الشعبيه والحوزي راه هي مكناس. سير سول العنقه، العنقه غلا راه قالها شايلها ناس مكناس وغنى اغنيه على محمد الخامس على الاستقلال، وجاو ديك البلاصه ديال محمد الخامس، حنا عندنا دوغيجين هاي راه عندي كيذكر محمد الخامس وذكر المغرب، ولكن اللي كتغنى عندهم مقطعين هذيك الطريف ديال المغرب. قروابي غنى على المغرب وغنى الحراز وغنى المغربي، جاو عندك بلاصه هما طهروها كانت طهر فهمتي، داروا لها طهر. حنا اش غادي نقلو منه؟ اش غادي نقلو؟ انا بغيت توريوني تربحوا جائزه، تربحوا بالون الكلوب وتوني وسيغبات، قولي اش غادي نقلو من بلاد من بطوش؟ شنو غادي نقلو؟ اشنو غادي نقلو نجيو المغرب اللي غادي نديوه من تما؟ شي حاجه ولا شي حاجه غادي نخلوها لا في الكوزينه ولا ها لا في شي شي حاجه نقدروا نجيبوها تفيدنا حنا هنا. هما كانوا يعيرونا بالحشيش، سيروا شوفوا دخلوا لي ريغوشيرش ديروا لا ليغاليزاسيون دو لا بلونتاسيون دي كانابيس، هذاك تلقاو الجزائر على اوتوريزي باش يغرسوا الحشيش في عده مناطق بالقانون كلشي غنجبدهم لكم دابا، ولكن مشكله كيغرسوا باش نوضهم الحشيش نط لهم حريقه، والهنديه ما ديال المغرب غرسوها ما نطش ليهم، راه كل الارض حيت دابا حنا عندنا الارض
تاونات مناطق واخا تزرع بطاطا ينوض لك الحشيش. الحمد لله ربي، اللهم كثر علينا الحشيش. راه غادي تليكاليزا، شتي قريعه ديال الزيت ديال الحشيش تما سيتيرنا ديال 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 المازوت. سيتيرنا تهزها في كاميون خاسر عليها شيفور، انا نعطيك غير هي طبيصله معصوره في قريعه ثمنها طالع وفلوس ديال المونوبولي ما تقدرش تشريهم بهم، خصك الدوفيز لو جيتي للمغرب تاخذو. اللي كيقول لك كندخل الحشيش، هي في الحقيقه كون جاو ذكيين، لو فينومين دو لا دروك، لو فينومين ديال الحشيش سي ان فينومين مونديال، كاين في كولومبيا، كاين في افغانستان، اي سيركيل كاين في المكسيك، اي سيركيل ما بين الامريكان، بارتو كاين. ما يمكنش تقول لي انايا نكره المروك ولا سد الحدود كيدخلوا لي الحشيش، هذه معناها تاع هذه. عاود كتقول لي عندك السياحه الجنسيه، نديرو روسونسمون ديال لو طو ديال لا بروستيتيسيون. لقاو الجيري هرب على المغرب كثير، لان المغرب الجيري غير ريسامون حيدوا لي بوردال، كانوا لي بوردال كنشوفهم صغار لي مينور كاع كيدخلوا لي بوردال. اوجوردي على حساب الشيخ شمس الدين قال لهم عندكم 80,000 بيت دعاره في الجي في العاصمه، سي با لو كي ديزا هو اللي كيقول هادشي السياحه. اسكو لي توريست اللي مربيين وكابرين في ليوفيرتيغ ديسبخي ومتخلقين وجايين يشوفوا الباغادي الماروكي ماجيك، يجيو على الجينز زعما ديك اللعبه ديال باش تبخصوا السياحه ديال المغرب، حيت كتجي 12 مليون. نتوما حضرتوا حيتوا درتوا داروا السياحه سياسات السياحه، اش وقع عليهم هادوك لي زيميغري دوك لي فرونسي اللي خدامين تما كولي ريس هربوا، حتى السياحه الداخليه ماتت. السياح واش هاد لوطيل اللي مشيت تبات فيه يقول لك سير جيب لي الخصام الكوميساريه، واش هاد واش لوطيل جيت 5 ايطوال جيت تحل الدوش تلقاه ما كاينش الماء، تعيط للكارسون في التليفون تعيط ليه اه طلع لي قهوه يقول لك ما نطلعش قهوه هبط خذها انت. هذا هو التوريزم، ها تمشي للقهوه تبرك قهوه يجيب لك قهوه في يديه هكذا يعطيها لك بلا ما بلا والو، هذه راه واقع يكذبني شي واحد دوموندي قهوه يجيبها لك في هكذا يديها تقاطر ويحطها لك. وما كان لا السكر، لو السكر كان واحد السوبيره محطوطه في القهوه خذ السكوره وديرها بيدك، ما كانش داكشي لو سيس هذاك لا كلاس اللي عندنا راه ما كاينش في القهوه ديالها. هذا واقع قهوه مهرسه ما كاين. انا واحد قلت ليه دير لي قهوه مهرسه قال لي شنو هي قهوه مهرسه، هذه في اوتيل 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 ريش ديال كيقولوا ديال الشيخ دي فوار، دار لي قلت له قهوه مهرسه هي قهوه كحله وشويه صال بالحليب مهرسه بالحليب. اه قال لي اكسبريس صال. رفد عصر لي قهوه خويا فيها شحال، قلت له لا خصك تشد الحليب وتعصرو ودير لاموس عاد تعصر عليه قهوه. قال لي انا بدا يغوت بدا يدير لي حاله. قال لي لا ما ديرش انا نصاوبش هادشي، كاينش لو سيرفيس، كاينش لو سيرفيس. المغرب فيه لو سيرفيس، المغربي يستقبلك تلقاه عنده الملايير وتلقاه مثقف وعنده الدكتوره ولا تلقاه طبيب وشيريرجيان، اش كيقول لك تفضل مولاي وكيدير مولاي تبارك الله على مولاي. من الاخلاق اللغه ديال المغرب كلها اداب وصواب. والاخر مالك شو باغي شو راه غادي كينا شو راك باغي شو راك حبيت كاش قهوه بغيت قهوه اعطي قهوه كاش ما عطاك المغني او يا راه روح غادي كينا خو عندناش ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش سي تو حاجه اللي ما وصلش ليها ما تاخذهاش من عنده. هذا واقع. اذا المغرب هو داير هكذا، ما تقدرش تقلد المغرب. وحنا راه قلناها لكم شتي المملكه وانتم من بكري كتضربوا دابا وليتو كتقولوها ديريكت كون ما كنتوش مملكه نديرو، وحنا كون ما كناش مملكه كون راه حنا هجمنا عليكم. راه الملك هو اللي شاد هاد الشعب، هادشي كاع اللي كديروه ودايرين لنا دوله وكتهاجموا فينا وتضربونا بلوركدستاني وتضربونا بميسيسيس بدوشكات والهاوم والبلانديات والصواعه 140 بلاغ وكتضربوا في واحد البلاد واش حنا نصبروا الزقه؟ راه المملكه هي اللي شادانا كتقول لنا حبس ريتيو البغله تاعكم ريتيو البغله تاعكم هذوك راه غادي يفون غادي يتكالوا بعضياتهم. هادشي اللي كاين غادي يتكالوا بعضياتهم لان المغرب راه الزاويه شريف. شو الاسبان شو وقع عليها دارت مشاكل مع المغرب، هيا البرتغال ولات ضدها فتحت لنا الطريق. الامريكان شوهوا بايدن شوه الرئيس ديالهم اصاحبي 22 سكوند ما فاتهاش معاه كون كان معروف. شوفوا كيفاش كيستقبلوا محمد السادس كيفاش استقبلوه في الامريكان كيفاش كيستقبلوه في فرنسا سيغ كيقولوا سيغ كيما كان كيقولوا الحسن الثاني الله يرحمه شارل ديغول كيقولوا سيغ فوزات سيغ شو سير سيادتكم انتم اللي كتقولوا لي هذاك كتسبوا الملك
لي زوروبيان كيقولوا لي السياده، الناس كيعرفوا لا غالونتري وكيعرفوا الادب وكيعرفوا لا كورتوازي وكيعرفوا لا فالور ديال لا مونارشي. تما راه كامل المملكه ملاك احنا قصارين معاكم، مسارين قبنا احنا قصارين معاكم. تفاكسينين انا راه تفاكسينيت وفاكسينيت كاع العائله كاع كلشي مفاكسين، احنا وني فاكسيني فهمتي شون دوت ليبرتي، مابقاوش نفكروا فيه فهمتي. كلشي كاين دابا، دابا نعيط، دابا نشد التليفون نعيط يجيني العشاء، تجيني بيتزا، تجيني اي حاجه. ما احنا ما محرومينش. شنو هو العبد؟ العبد شكون هو العبد؟ هو العبد الذي يكون مقيد فكريا وجسديا. وفين هو هذا اللي مقيد فكريا وجسديا؟ واش في المغرب ولا في الحراك؟ فين هو؟ وري دابا ديفيرونس، فين هو العبد؟ ها العبد دابا يخرج يدور يمشي للانتياب ولا يمشي طرق طرق الحدود بوجده ويبرك في لي كرون اسباس ودوموندي لي واش راه تقول لك انت باغي كرش كرا ما تبعينش كرشنا. سي لو بريستيج دو لا في، لو لوكس دو لا في. انا ملي انا دخلت المغرب، دخلت النهار دخلت المغرب كنت تما دخلت تخلعت، لقيت لي ميزون دو فواتير ما تيقتش، ميزون دو فواتير اي حاجه كاين لا ميزون ديالها اللي ما كاين والو صاحبي تقولوا. لكن كيف فاقوا فاقوا روتارو وفيكسوا المغرب. اذا احنا لسنا بعبيد، والعبد راه معروف شكون، العبد راه معروف شكون. ما لان احنا عندنا واحد القضيه، شو لا ديفيرونس بيننا وبينكم؟ نتوما العسكر راه نتوما كتقولوها تبون مزور جابوه العسكر كيتكركر وكيتبعطر وكيتمخطر وكيتمخطر مع باك بالطوش. احنا عندنا ملك، عندنا ملك. نهار اللي مات الحسن الثاني الله يرحمه، انا ولد الاداره باركين في قهوه، جا عندي واحد الشيخ قال لي راه الملك مات. قلت له الله يرحمه وكذا وكذا. قلت له دابا العشيه مراسيم الملك الجديد. قال لي لا. قلت له راه هذا هو اللي كاين، مات الملك عاش الملك. مشينا للبحر هبطنا لبومبلون دا تبحرنا، الملك مات داك نهارات. شو بعد شكون خرج مع الملك كي مات؟ شو كان خرج مع الملك تماك فين باك جوج كوب ديمون مشى سلم على باراك وقال لي ضروري نتشوفو ونتذاكرو. التطبيع كان متطبع عندك الساعة عاد جيو يدوخو علينا. شو شكون خارج معاه؟ الرؤساء اللي خارجين بديك الجنازة، دير لي فينيغاي دو فو حسن دو. شو شكون خارج ديك الجنازة ومنين ضربوها؟ عرفتي منين جايين؟ على رجليهم جايين من القصر حتى لاتور حسن. و سي لوان، سي تخي لوان، راه بعيدة. انا عزيز عليا الرباط، كنت كندوز فيها كاع لي ويكاند كي جات هاد كورونا. دابا هاد لا سيمين بروشان كل سيمانه تخي بروبا تشوف فيها وجهك. حتى كازابلانكا تبارك الله ولات بروبر، كندير لي فيديو دابا كتشوفوهم. شكون خرج في الجنازه ديال الحسن الثاني؟ فرق ما بين الجنازه ديال الحسن الثاني وديال مخروبه. يلاه قول لي. كانوا يعرفوا داك خانز اللحيه ديال فيدال كاسترو والمهبول ديال القذافي اللي مات في الخرا، مات في واد الحار وبرقوا به الجزائريين. الحكومة هما اللي برقوا له هاو في الرف قادوس ديال الخرا، راه مليو تماك مخبي تماك كاع كلهم سوريا كاع هادو كاع المعسكر كانوا كيسميوهم جماعة التصدي اللي تصدوا المعاهدة كامل دافيد. الناس خداو سينا وداروا عرق دارو ديك مجموعة التصدي كلهم تبهدلوا كلهم الدول ديالهم، لا اليمن ولا ليبيا ولا سوريا ولا العراق ولا مصر كاع تبهدلوا تبهدلوا كلهم. هاو ذات انا المغرب جابد راسو قابل الشعب ديالو قابل راسو غادي بشي وحده وحده. شكون هذيك اغنيه وحده وحده غير بلاتي وحده وحده وغير بلاتي بشي بشي احنا غاديين نهضروا في المعقول. دابا كي نهضروا لا كومباريزون بين لا بريزونس من بكري كيفاش تدفن الملك وكيفاش تدفن بخروبه. بخروبه مات على الاجرام، حنا كانوا كيقولوا لنا الحسن الثاني قتل فلان وقتل فلان، بينما هما اللي مصيفطينو يقتلوا محاولات الانقلاب يقتلوه، باغي يقتلوه، عطاهم لورد باش يقتلوه، باش يقتلوا الملك باش يديروا لنا واحد شيوعي جيوعي باش يديروا لنا، وما حكمتش ليهم. كيقول لك راه عدمهم نهار عيد الكبير، وانا براسي بغا يقتلني شي واحد نقتلو، الا زقني يموت. هادي قانون الحياه، الا فولي موتيي ونشدو نبقى نتفرج فيه نضحك معاه نقول ليه سي دوماج كيما غاطي نو. هما كيعيبوا وصلوا على انهم كيدرقوا وما كيحاولوش يجبدوا. هادو اللي كيعيرونا كيحاولوش يجبدوا انهم تقتل لهم 250 الف تدفنت ما عرفوهاش فين مدفونه
ودابا دايره واحد لاغيومور انها مدفونه تحت الجامع اللي بناهم باش ما عمرهم يتجبدوا. و ديسباري اونتر 2000 و 2500 بيرسون 250000 و 300000 ديسباري ما معروفاش فين مشات ها اللي تعدمت قتلوها. وحنا كيهضروا لنا على هذوك الخونه اللي بغاو يقتلوا الملك ما يحيدوا له من المملكه ماشي غير يقتلوا الملك. المملكه سيتي لو سامبول تي الحسن الثاني يا صاحبي الله يرحمه كيفاش كان داير انجيني بغني يقتلوه يضيعوا اخوات على هذاك. ودابا حنا عندنا قانون كنعرف ولادنا عارفين شكون غيحكم فيهم ما يتسناوش العسكر يحطوا عارفين بلي واحد الملك راه غادي يجي يحكم فيهم ماشي يحكم فيهم الحكم يشد الحكم ويسير البلاد لان خلاوها هذوك صحاب عميده الرما الكبار قال لك والصحراء صحراؤنا والملك اخونا راه خونا. دونك حنا ولادنا عارفين شكون اللي غادي يجي يشد العرش ما يبقاوش يقلب على هذا وزور ودير فهمت 700 ورقه ولعب ديك الصفره مولات المزاد زدها هو حتى لا عندنا ملك كيتكون من رجليه حتى لشعرو فوق على لو بوست ديال هو اللي فورمي بوغ اتر هو خصو لا ساجيس خصو لا كولتور خصو لا بيرسيفيرونس خصو لا ملتي ديفيرسيتي انتيليكتويال خصو لا توليرونس خصو بزاف د الامور باش يدير ملك يتقبل كلشي. سي بور سا كتشوفو لا ساجيس عند سي محمد كتشوفوه ثقيل وما يكثرش الهضره وكلشي بارل با طرو بارل با وما كيخليش واحد اخرين يهضروا ما كي ما حنا ما هما لي زارجينيين كنشوفو نعرفو كاع لي جينيرو ديالهم من القايد صالح اللي صفاوها ليه من العماري من بوعلي من شنقريحه كل من نيزر كلشي كنعرفوهم. حنا 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 مغاربه ما كنعرفوش لي جينيرو ديالنا ما كنشوفوهمش لا لي جينيرو لا لي كولونيل لا لي ما كنعرفوهمش كنا كنسمعو نشوفو شي واحد ما كانش وبعدا ما كيديروش خطاب حنا هما كاين شي جينيرال كيدير لهم خطاب سي ديفيرون. اذا حنا ولادنا متاكدين ان واحد اللي غادي يجي يسيرهم حتى هو قريب حتى هو فاهم وبريباري إلي بريباري بوغ اتر ان روا وكيعطي لا ديليغاسيون دو بوفوار للوزاره كيعطي ديليغاسيون دو بوفوار لا ديموكراسي كيما داروا التنوم اللي نجح في الانتخابات اغلبيه كيدير وزير اول وزير اول كيعينو الملك وعنده مسؤوليه باش يعطيه لو بورتفاي ديالو الوزراء باش يوافق لي عليهم ولا دير اللي فرطي كدار شي خطا هو مسؤول امام الشعب خاص الشعب يكون واعي يعرف اش يختار سي تو. الا كان الشعب يختار اللي غادي يخونه راه هو اللي مسؤول ولا كان الشعب شرا ب 200 درهم راه هو اللي مسؤول ولا كان الشعب فوت على واحد قريب ولا لا خاص المسؤول هنا شتي ديجاجمون ديال ريسبونسابيلتي تاع هو كتبقى عنده لا سوبريماسي ديالو كلشي ولكن كيخليك انت سير الامور سي غوت سي شوف انا كنقولها للزافيريان امبوسيبل دو كومباري لو ماروك مع الجيري ما كاين حتى نظام العقليه ديال المغربي اللي اوفر ديسبري وما كيكرهش ما كيحقدش. شوف عندنا حنا لي نوار لي زافريكان نو سون توس دي زافريكان اي باش سيتيو انني سون با ماروكان كيضربوا عندنا ان مو دو مو ما كيبقاوش باغيين يحاربوا فرنسا ولا اوروبا كيتانستالو هنا كيضربوا 600 درهم بار جور كيصوروها نوريهم لكم ضربوا راه عندهم ندير لكم سونداج باش نوريو شحال كتصور كيخدموا مقبولين اي سون رونطاب خدامين وما كيبقاوش اترونجي ما كيتسمى ولاد البلاد تما تبقى معاهم 300 عام في الجيري ما يعقلوش عليك يقدروا يهزوا لك حوايجك ويلوحوك راه الفرونتيير ديجا هما كيشدوا ان افريكا كيلوحوه في الصحراء كيعذبوه يلوحوه في الصحراء اللي عنده الزهر عنده الزهر السوري والافريكي الا كان عنده شي زهر يشدوه في الغرب الجزائري يلوحوه في المغرب كما يقولوا هما في المغرب كاين عنده الزهر محنوه. حنا كيدخل عندنا حنا عارفين بلا اوراق بلا والو كنعاونوه كنخرجوا كنمشيو للفروج كنعطيوهم حوايج في سبيل الله نعطيوهم حوايج نعطيوهم ماكله نخرجوا لهم حريره رمضان نتعاونوا معاهم حتى يوقفوا على رجليهم وفعلا ولاو كيوقفوا هنا وكيتزوجوا ولات عندنا كومينوتي افريكان هنايا بزاف عندنا في كازا عندنا في الولفه في سيدي معروف في سيدي مومن في البرنوسي عندنا في التوين عندنا في مراكش عندنا ايسون هادو كيبنيو البلاد هادو لان ذاقوا المر لهيه ولقاو الخير في المغرب راه كيخدموه كلشي خدام بحال امريكا شوف لي نوار امريكا هزوا لامريك في كل شيء حتى ولا بريزيدون من لي نوار اوباما ياك اصلو من كينيا مبارك والسي مبارك ولا رئيس ديال امريكا وانتوما باقي العنصريه تابعين للمروكي لا المروكي شتي انا كنقول للمغاربه اللي في الجزائر واللي كيعرفوني واللي كاع من العائله ديالي كنعطيهم واحد النصيحه عمر يعتبر راسو راه جزائري او راه في امان راه كيبقى مروكي عندهم هنا مسوديه ماشي غير بالكولا ربما تدوب الكولا وتحيد
السو ديالهم مروكي هنا، وكي كيشوفوا المروكي هنا في الجبهه كاينه ام كبيره ماجيسكين مروكي واخا ما عرف شنو يدير، واخا يشطح القلار ويلعب بالراي ويهز الدرابو ويلويه على راسو ديال لالجيري كيبقى مروكي. النهار اللي تجيبوا الضربه يلوحوه على لا فرونتيير، والبروبليم ماشي يلوحوه بالحقوق ديالو، يديو ليه كاع المكتسبات ديالو، الملك ديالو كلشي يديه ليه كونترارمون المغربي اللي كيحترموه. دونك كاستيون ديال العقليه وكاستيون ديال التاريخ، او ثاني المغرب عنده 15 قرن ديال التاريخ عنده، كنعرفوا حنايا اللي كيهضر كيقول لي نتوما اليوطي صاوبكم، ايوا حسب ليا شحال من محمد عندنا، ها هو حنا في محمد السادس، حسبهم بسته كان فوتو مدة الاستعمار استعمرتكم فرنسا، حسب الحسن الثاني الحسن الاول سيد محمد الخامس كان قبل منه، سير السلاطين اللي كانوا قبل لي ديناستي كاملين، حسب بلا ما تزرب وعندك تهرب. المغرب واعر بزاف، المغرب شوف لو كان ما نوضوناش الحرب ديال الصحراء خلاو الاسبان كانوا يخدموا عندنا، الاسبان انا هنا كنعقلهم كيدوزو يبيعوا الكتان ويجمعوا الخبز كارم كيشريوه من عندنا ويشريوا النخاله ديال القمح اللي يطحنوا المغاربه كيبيعوه من النخاله. فرنسا واوروبا عاونوهم خرجوهم دخلوهم من المنطقه الاوروبيه، وحنا الجزائر جرتنا للحروب ودخلتنا كاع الدول الشيوعيه وكيزيدوا يسبونا، دخلتنا كاع الدول الشيوعيه كاع لي غشاشي دي موند حطتهم في ديك الصحراء باش يقتلوا المغاربه، وباش يسجنوا المغاربه ويعذبوا المغاربه. سولنا نجيب لكم سجناء كثار كيجيو عندي الكلوب كيعاودوا ليا والله العظيم الا تبكي عليهم بالله، كيعلقوهم في لوندروفير ويجريو بهم ويعذبوهم، ولا قبضوا شي واحد غادي يهرب كيحرقوه كيديروه في لاسيد. ولي حنا ضاربين مع بوليزاريو، شكون هما بوليزاريو؟ شحال هما كاع؟ قبيله درت عمليه حسابيه نقولوا حنا كانوا دابا يكونوا 700,000، 700,000 نديرهم غير في كارتي هنا في كازا، كارتي يكفيهم. كارتي واحد كارتي ان بتي كارتي كفيهم، باغي نديو واحد لاكورت ما شحال فيها ديال واحد الاطلس ديال الجيري تضحك علينا هنايا، هي كتحارب ودايره بوليزير باغي يدي كلشي، حنا ما نبغيش ده. المغرب راه في الصحراء، المغرب مابقاش همو قضية الصحراء ولا شي حاجه، مابقاش كاع مسوق داكشي حتى الجيري بقى عاقل عليها، عارفها بلي ستانتونوفيت كيفي بوكو دو غوي، المغرب كيفكر حوايج. شتي لاسبان مابقاش حتى على لاسبان، المانيا ما عقلش عليها قطع مع العلاقه، تدخل لك فرنسا تقدر ديرها الا اغيتي المعامله مع المانيا، واسبانيا حتى هي دار لها هادشي، تعرف بلي الي بخي حاس براسو عنده لا بويسونس، حاس براسو انه عنده فين يبيع سلعته، عنده منين يجري سلعته، عنده شكون يتعامل معاه، كي اس كي ا بيردي سي لاسبان كي ا بير، لاسبان كتجري دابا، هو فتح الطريق مع فتح لا غوت ماغيتين مع البرتغال، هما المغاربه في الاسبان يدوز من هي البرتغال ويجي للمغرب، هاو دار لي فيري، هاو البري دارهم سيمبوليك ديال الطيارة ديال لي فيري، هاو دار ماريتيم، هاو لو كرون بور دابا ديال نادور، دابا لي طرافو سون تاكسيليغي دابا، تلقاو نار في لاكار باش يديرو لو بلي كرون بور دي ماروك تما كيطلعوها. دابا حنا هاد المشاكل مع الخيريانو دارلنا بزاف ديال الخير، ولينا كنأكتي ديجا أم قالا أن أم قالا دو، وزاك فيقو المغرب بدا كيخدم لارمي ديالو، بريبارا لارمي ديالو، قرا لا تكنولوجي، انا عرفت دي جون مشاو يقراو على لا تكنولوجي ميليتير، صافي 10 عام كنعرفهم 10 عام كانوا معايا في لا بروموسيون، ولادهم مشاو يقراو على لي درون وكيفاش يسوقو لي درون، كيفاش يديرو التيليغيداج، كيفاش يقراو لي سبيوناج، كيفاش يقراو الساتوليت، كيفاش يديتشيفريو لي مورس. المغرب لي بخي، المغرب داخل لا غير تكنولوجيك كيصدعو راسهم معاه، غير ما كيهضرش، حنا وغنضرب وضرب في العمق وضرب في هذه وضرب هذه. على لي زيتازوني كي جاو كيقولوا غنديروا لي مونا في الصحراء، بداو كيضحكوا علينا قال لك راه كيكذبوا علينا، فينا هي فينا هي، كي جات سقله وضربوا لها في السقله، والموضوع طويل وصافي. المهم حنا مسالين قبنا فهمتي، والمغرب في قلبنا ندافعوا عليه ديما. السلام عليكم يا حبابنا، السلام عليكم يا حبابنا، ما تقوليش المغرب قول المملكة المغربية، ne me dis pas le Maroc dis moi le grand royaume du Maroc dont tell me Morocco tell me the Greece kingdom of Morocco I'm so proud so satisfied to be Moroccan, to be higher than them.
where am I going? I'm in a high, 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 on the top of the highest mountain on earth. I'm not like him. Malik Mkhloe, أنا مسالي قلبي والمغري هو حبي. أنا مسالي قلبي والمغرب ديما في قلبي. ما نشوف فيك ما نديها فيك. ما نصمت ليك ما نسمع ليك. بلادي 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 عيا عيا. السلام السلام عليك سيدي محمد. سيدي محمد عسيدي محمد محمد السديس نضربكم بستة. اي 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 انا راك داوت موجي راك داوت شارجي. ما عندنا هم ما عندنا غم. الدنيا هانية وسما صافية بالغارة. أنا مسالي قبي والمغرب في قلبي. واخا ما كاين ريال في جيبي. فيفا 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 موروكو هاي غريس كينغدوم. No brother and a border. ما تقوليش خوا خوا. ما تقوليش انت خويا. انت ما ممي بابويا. انا ما انتيخش فيه. عالخير يا عالخير يا is my eternal enemy. I will never trust this country. محمد السعديد نصره الله. You glorify Muhammad Seed. The life to the king of Morocco, Muhammad said. La la la, la la la, la la la. Je vous salue. قصرنا شوية هدرنا شوية. كونوا على الميعاد مع شعارنا ما كاش خوا خوا ومساولين قبنا. سالي قبي والمغرب هو حبي. ايلي ايلي حبيبي ديالي فين هو سيدي المغرب. هاهو من طنجة هاهو وحتى الوجدة هي تحت القويرة. ايلي ايلي ديك يقول لك هذا رمز طول. هذا خاوي يقول لك رمز طول. رمز طول بكيران. تبارك الله عليكم. بون وي شوف تلقوها عيش حياتك. Pour ne pas vieillir très vite, garder la jeunesse et la bonne humeur. Au revoir. C'est la santé. تبارك الله عليكم وشكرا لجميع المتابعين. شوف قبل ما نمشي نشكركم بزاف بزاف بزاف. نشكركم بزاف والله العظيم. كنشوف دي كومونتير كنضحك كنشط. حنا عايشين دابا مقشبين. حنا ما عندنا هم ما عندنا هم. عندي بزاف ديال لي شونسون. عندي شي اغنيه نسيت جي اوبلي ولكن بعد غادي نتفكرها. مسجلها كاع كاينه في تروا دوتور. كي البارح كي اليوم. البارح كي اليوم. البحر لحنا شكاو لبكا في الواد المنا. مابقيتش عاقل هكا ولكن ديالي سبحان الله ونسيتها. الواد اللي داك انا ما نمشي ليه. البحر اللي داك انا ما نعوم فيه. الواد اللي داك انا ما نمشي ليه. البحر اللي داك انا ما نعوم فيه. ما نعوم خليني هنا
خليني للحر نهداك انا ما يديني لا اش بغيت بليني في المغرب انا خليني هنا نموت وهنا نحيا هنا نموت وهنا نحيا هنا نموت وهنا نحيا الواد اللي اداك انا ما نمشي ليه البحر اللي اداك انا ما نعوم فيه ما نعوم ما نعوم ان شاء الله غادي من بعد غادي نحيو سهرات وحفلات في الكلوب اللي يكون قريب هنا يجي مرحبا به ليس هناك اداء بدون مقابل ديما المملكه المغربيه الشريفه وغادي نجاوب على كاع لي كومونتير ان شاء الله